قادة وحدة في المغرب اللي هي شريفة وتتحترم الشعب، قررت بدورها أنها تقاطع هاد الدستور. هذا علاش؟ لأنه بكل بساطة هاد الدستور الدولة بخطة لدي القرور والطالب في الجامعات لدي الوجد مشكل في الوقت اللي خارج الإعلام وبعد الأحزاب اللي شفات المغرب وشفر وشفات المغاربة سنوات وسنوات خرجت تكتب على الشعب وتقول لي أن هاد الدستور هو دستور ديمقراطي وصف فيها الوقاحة إلى حتى الناس تتصور ما جاء في الجريدة الرسمية من الدستور، تتصور تتفرق بعض المناشير على الناس هنا من داخل المدينة وتقول لهم على أن الدستور اللي جابوا محمد السادس هو دستور ديمقراطي، ولكن بالله عليكم واش التسادير الديمقراطية تجي تتسقط من الفوق بلا ما تناقشها الشعب بلا ما تكون مثل فيها الشعب؟ الدستور تيدور في اوروبا والشعب ما قاريش، فالتواصل اللي داروه مع الشعب وان الخصمية بداو يهزو التجار ونزلوا للبوادي ونزلوا قيادة البوادي وتيقولوا للناس الى الصناديق ديال الاقتراع ودرنا نعم. واش بهذيك الفصول اللي خليناها جملة جملة غادي يسمحنا جوج الشهر الديمقراطية كاينة في معلاجي ديال الكوميسارية وبدات البوليسي؟ واش تقدر تتبعو وتحاسبو إلا مشيتي للمحكمة وقال لك الخادع ديال الرشوة باش نحكم ليك لصالح؟ واش إلا بدي تتبعو كاين اللي غادي يكلمك في القضاء؟ إلا مشيتي للسبيطار وقفتي وبديت تدخل باش تعالج وجاك الفرملي وقال لك عطيني رشوة واش تقدر تتبعو؟ هادشي راه ما كاينش، هادشي راه ما كاينش على أرض الواقع. بالله عليكم ما مهما